14 سبتمبر 2019، يوم له ما قبله وسيكون له ما بعده. تحدث الرئيس فاستمع له الجميع، تحدث بما أراد المصريون جميعا أن يسمعوه منه. كل التقارير التي رفعت إلى الرئيس من الأجهزة الأمنية وأجهزة المعلومات قالت له لا تتحدث، لكنه بعد أن استخار الله قرر أن يتكلم مع الشعب باللسان الذي اعتاد عليه، وهو لسان الصدق، ويعلم جيدا أن الشعب سيصدقه. عايز أقول لحضراتكم الحكاية من أولها، والناس اللي بيتابعوني كويس في 90 دقيقة هيعرفوا أن احنا الأسبوع اللي فات كنا بنطرح مجموعة من الأفكار ومجموعة من الإشارات ومجموعة من التساؤلات، وكنت أقول لحضراتكم خلوا الكلام ده معاكم لحد ما يجي الوقت المناسب، لأن احنا هنتكلم كلام كتير. مش عايز أدعي أنه القضية اللي أثيرت خلال العشرة أيام اللي فاتت من فيديوهات سجلها مقاول مأجور واستخدمتها قنوات مأجورة أنه كان في حسابي أو كان في يعني ترتيباتي للكلام عنه، لكن هقول لحضراتكم ما اتكلمناش عنه قبل ما يتكلم الرئيس ليه. وعشان افكر حضراتكم وان احنا ادينا اشاره الى انه عندما ياتي الوقت المناسب سنتحدث، اسمعوا هذا الجزء من حلقه الاثنين اللي فات من 90 دقيقه. انا هطرح على حضراتكم سؤالين فكروا فيهم، يعني فكروا فيهم، وممكن يكون السؤالين دول محل لنقاش طويل جدا يدور بيني وبين حضراتكم في الحلقات القادمة. سؤالين هما ايه؟ لماذا يجب ان يثق الشعب المصري في جيشه؟ والسؤال الثاني هو لماذا يحرض خصوم الوطن على الجيش تحديدا؟ وخلي السؤالين دول عند حضراتكم، يعني هو مفروض ان انا اطرح اسئلة واجاوب عليها صحيح، لكن احتفظوا بالسؤالين دول وخلي بالكم، قولوا ان محمد البس قالهم في برنامجه وسيأتي الوقت المناسب للإجابة عليهم بوقائع لن تتخيلوها.